والله حيهم يا اخي. شو واحد اشغل يدق عليه ما يرد منهم ادق ما من قبل امس ولا ادق عليه اعطيه دراهم وعليه يسدد. يا كثرهم ذا العينات الله يعينك. اي جت فكره ابو عبد الله الله اعطني جوالك ادق عليه من جوالك بعرف رقمك. لا ولعله يرد. ها اعطيه جوالك ايه ابى ادق عليه ولعله ما يرد. اي لا دق من جواه بيرد على طول. ايه الرجال هو يدقدق عليهم يدقدق عليهم في القوايد والقوايد ما الله ما امر بك تزعج الناس. هذا ما يدق الا في القوايد. الو السلام عليكم. طيب يا اخي ثلاث ايام ادق عليك ما ترد. يا اخي رد علي يا اخي رد. الناس حقوقها يا اخي بكلا وش اللي ما عندك شيء؟ والله هذا من امتك اللي انت اليوم القيامه والله ولا جيت في بيتك يا رجل الله يلعن. ولد ولد وش دخل جوالي؟ وش دخل جوالي انا؟ ما يرد. انا وش دخل جوالي؟ يوم ما يرد هو ما يرد ما يرد تكسر جوال الرجال. اعوذ بالله يا اخوي انت صاحي ولا انت بصاحي انت؟ اه صاحي ليه ما يرد؟ ليه ما يرد؟ انا وش دخل جوالي انا؟ وش دخله؟ لا تسجلي بعد انت لا تسجلي اذكر والله يا رب. خذ الشاهد عليه يا ولد بجوالي كسر المشدار. خذ الشاهد عليه واحد ما يرد اسمع عليك ما ردت انا عليك من قاله يرد عليك من قاله هو عارفني عصبي انا عصب انا عصب يا ابوك تكسر على جوالي ليه؟ وش دخل جوالي يا ابوك تكسره؟ لا ما يرد علي ليه ما يرد؟ يا عبد الله يا ابو عبد الله ابو عبد الله يا الله هذا جوال عمر شيء هذا تستهبل انت ها عبد الله شو يقول هذا يستهبل يقوم بجواله اخر يا رجال هذا جوال كان جوال تمشي عبد الله ذكر الله هذا جوال كان هذا جوال صح كيف دميه كيف دميه هذا جوال كان ها امشي ها هذا لعبه شوف هذا وش لعبه ها لعبه والله هذا اللي خبطه والله لعبه والله تعود من ابليس يا عبد الله اذكر الله اذكر الله يا عيال انت ما تسعله كيف يا مسعود يا يا جوال صاحي على معه ما تسعله لعبه لعبه لا لا اوه عم حركات يا اخوي ما عندك مشاكل في القوايل يا اخي سعله ما عبد الله صاحي بيروح لك هواي لا معك يا اخي ما بمزح ده يا اخي دمية دمية يا اخي ما انت تخبز ده دمية ها بركان بركان روقنا يا بركان يا اخوي اعوذ بالله دمية جواله صاحي معه خلصنا خلصنا ما هين عدل دمية خلها والله دمية والله ما يمزح شيء لا لله انا راجع